ويا مساء الناس على احلى ناس، وحشتوني جدا جدا جدا. الفيديو النهارده سهل وبسيط. النهارده جاي اعرفك زي ما سالتوني باستمرار، هو بيختاروا الفايزين ازاي؟ طب احنا ازاي نعرف ان احنا من الفايزين او ان احنا من الخسرانين؟ يعني عرفنا اختيارهم ازاي؟ فانا جاي النهارده ببساطه، واحنا قاعدين كده ومستنيين النتيجه، خلاص فاضل لنا اسبوع، وانت قاعد مريح كده على الكنبه بتاعتك كده، اسمع مني الكلمتين دول. ادينا بندردش واحنا عايله من زمان طبعا، فادينا بندردش وربنا ان شاء الله يكتب لكم كلكم. والله يا معلم الموضوع ببساطة شديدة، هما مش بيختاروا الفايزين عن قصد، يعني مش بيجي مثلا محمد بيه بيختار قريبه، عوض باشا بيختار حبيبه، وست عواطف قالوا يا ريت تختار لي ابن اختي حبيبي من محمد باشا. لا 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 لا، ما فيش الكلام ده، الاختيار كله عشوائي، واللي بيختار ماشين، الكمبيوتر نفسه هو اللي بيختار، فما فيش اي اطمن من حتة ان ما فيش واسطة، ما فيش معارف، اختيار عشوائي جدا جدا جدا. واللي واقف قدامك العبد لله ده والله اختاروه عشوائيا، وبسبب العين انا كان حطير مني الهجره دي، يعني بسبب العين اللي قدم لي اساس زي ما قلت لكم صاحبي، وقدم لي كده بالصدفه لان انا كان طلب مني اعمل له الطلب. انتوا عارفين بقى القصه بقى، هاتوا الفيديوهات الاولانيه وانتوا هتعرفوا. فلما عرف ان انا كسب في الجواب الاولاني وغيره بقى والناس كلها، وانا كنت فرحان بقى وقلت انا كسبت معقوله امريكا وبتاع، فالعين رشقت رجعوا لي صفحه من الجواب ان انا في سؤال ما اجبتش عليه اجابه، وعلموني عليها كده بهايلايت اصفر كده. فانا عايز اقول لك ان فعلا الاختيار عشوائي، وبالمره نصيحه اقولها لك، لو كسبت اقفل بقك لغايه لما تتم، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، لغايه لما تتم وتمسك كده الظرف في ايدك اتصل انا في المطار سلام عليكم. بس نرجع بس واقول لك الاختيار عشوائي بشكل ايه؟ تلقائي. طب يا ترى مستركاني، احنا استمعنا ان في فلان بيقول لو انا يعني مقدم معاه ماجستير، والناس اللي معاه مؤهلات عليا بتبقى فرصتها احسن من الناس اللي مقدمه عندها اعداديه، الناس اللي عندها ثانويه عامه، والناس اللي عندها دبلومات وحاجه زي كده. فيش يا حبيبي الكلام ده، مين اللي قال لك الكلام ده؟ اللي مقدم معاه ثانويه عامه زي اللي مقدم معاه دبلوم زي اللي مقدم معاه اقتصاد وعلوم سياسيه ودكتوراه عظيمه. الجهاز مش شايف، هو اهم حاجه ان انت تخطيت 12 سنه تعليم، فما يفرقش معاه مين هو الشخص اللي قدم ده. خدت بالك؟ اعرف بس الحته دي، يعني اطمن من الموضوع ده. اصل مصركاني اللي معاه اسره بتبقى فرصته في الفوز اكتر من العازب، برضه مين اللي قالك؟ مين اللي قال الكلام ده؟ ولا يعرفه عازب ولا مش عازب، والله العظيم زي ما بقول لك كده اختيار عشوائي. صاحبي قال لي بقى خلي بالك ان انا لما هقدم من امريكا، هو في هناك هقدم لي، فقال لي بقى انت خلاص فرصتك نمره واحد، وبتاع مش عارف اتكلم، ده بيقرع تقريعها على مستوى عالي، اهو ده من ضمن الهبيده، اخدت بالك؟ فطبعا فشل، مفيش الكلام ده. يعني اللي مقدم من امريكا يا حبيبي، ما اللي قاعد بيقدم في امريكا قاعد قدامه الجهاز والكمبيوتر، ما انت بتقدم على النت، زي اللي قاعد في السعوديه بيقدم، زي اللي قاعد في الامارات، زي اللي قاعد في مصر، زي اللي قاعد في اي حته بتقدم من اي حته كمبيوتر، هو ايه مشكلته؟ واحد قدم وخلاص على النت، فايه الفرق ان انت قدمت من امريكا فعرفوا ان انت من امريكا؟ لا ده تبعنا بقى، ده حبيبنا هنا فهاتوه بقى وبتاع، مفيش الكلام ده خالص. فاطمن واملى بطنك زي ما بيقولوا كده شادر بطيخ صيفي، كله سواسيه، الاختيار اعمى، واللي ليه نصيب يا ابني حيكون. انا بس اهم حاجه عايز اقولها لك وتبقى متاكد، ان اليومين دول ده سيزون بتاع الهبيشه اللي هم النصابين اللي عايزين ياكلوا لقمه عيش، وفعلا فيهم ناس بتاكل لقمه عيش حلوه قوي، بيعشقوا الحرام وبيحبوه، تبقى في حاجه ترجع لهم مش شغلتنا. فبيعمل ايه بقى؟ في هنا مراكز في امريكا وناس تروح بعتالك ايميلات انت كسبت الهجره العشوائيه، اسرع بقى وابعت 40 دولار، ابعت 10 دولار عشان نقدم لك، علشان الجرين كارد في انتظارك يا حبيبنا، خلاص ده ميعادك. فانت يا عيني علشان متشوق، وخصوصا في ناس لا قدر الله بتخسر، فيقول لك ابعتوا لي تاني، وبيبعت يا عيني ال10 وال20، يقول لك حاجه بسيطه، تخيل بقى كم مليون بعت لهم نصابين. عايز اقول لك ان موقع الهجره العشوائيه ده ما فيش غيره، هو موقع واحد، وبيبعتوش لحد يقولوا له مبروك انت كسبت، مش هيبعتوا لك يقولوا لك انت كسبت او خسرت، عشان تبقى عارف، انت هتخش على الموقع ده بالكونفرميشن نمبر وبالايميل بتاعك، الادرس اللي انت بعت لهم عليه، وانا عملت فيديو اهو هيطلع لك ازاي تكشف على النتيجه بتاعتك بنفسك، محدش غيرك هيكشف عن النتيجة دي غيرك انت، محدش يعرف الكونفرميشن نمبر غيرك، ومحدش يعرف الايميل غيرك، فانت الوحيد اللي هتكشف على نتيجتك، مفيش حد هيجي يقول لك انت كسبت ابعت لنا، خليك فاهم وحرص جدا من النصابين. بس اقول لك بقى حاجة مهمة جدا جدا انت مش واخد بالك منها، في مرحلة الفرز اللي بيعملوها، انا قلت في فيديو من الفيديوهات اللي هو الفيديو ده، وقلت لك ازاي تقدم في الهجرة العشوائية، انا قلت لك طريقة التقديم يكون ازاي، زي ما واضح قدام حضرتك.
الناس اللي هي تزاكت وانا قلت 100 مره بلاش بلاش تلعب مع الناس دي، بلاش اللعب الصياعه دي، ما صيعش، قلت لك ما تقدمش اكتر من مره. الناس اللي قدمت وتزاكت وعملت كذا ايميل وقدم له 4-5 مرات ان شاء الله لو مره كمان زياده هتترفض. انا قايل لك هو هيطلع كونفرميشن، ممكن تبقى كسبان وطلع لك كونفرميشن نمبر واحد، هو واحد، فتقدم باسمك تاني فجهاز شافك فهتتكنسل، لو كسبان هيلغوها لك. فانا قلت الناس اللي هي يا جماعة بلاش نقدم، قال يعني انا لما هقدم ناس قالت لي لو قدمت 3-4 مرات يبقى فرصتي في الفوز، لا هي مرة واحدة. فعلشان كده اي واحد بيتفرج دلوقتي ما تزعلش مني ومن صراحتي، انا بعرفك النتيجة بتتعمل ازاي، فبالتالي لو انت قدمت اكتر من مرة انا اسف يا صديقي مش هينفع. خلاص عرفنا الحتة دي، بس الناس بتسأل ازاي هينطرونا، فده من ضمن الحاجات اللي بينطروا بيها الناس الفرز الاول طبعا تقديم اكتر من مرة. في ناس بتقدم من الدول غير مؤهلة، امريكا رفض بعض الدول مش عايزاها مش عايزينهم، ففي الحمد لله اطمننا ان الدول العربية غالبيتها بتاعتنا لها النصيب ان هي تقدم وما عندهاش مشاكل مع امريكا ويقدموا عادي. بس في ناس بتقدم من دول تانية، ده بعرفك ازاي بيتم رفض ناس، فده مش هيتقبل. لو قدم من دولة تانية فلاقوها مش عارف بلد كذا، لا احنا قايلين دي لا، فبيوقعوا من بدري بدري. نيجي بقى للحاجة الاهم، الاهم اللي 90% بيترفض بسببها، ايه هي يا اولاد؟ هقول ايوه انزل في التعليق اكتبها كده، وريني كده شطارتك من قبل ما اقولها، ها اكتب في التعليق على طول الصورة. وطبعا عمرنا ما هننسى الفيديو ده، ازاي الصورة وازاي تعمل الصورة، وفهمتك وشرحت لك الصورة وطلع عيني في شرح الصورة. مش هلك في الفيديو ده لان انا بدردش معاك وبعرفك بيقبلوا الناس ازاي والناس بتترفض ازاي في الفرز اللي بيعمله. بس انت لو عايز تعرف بقى قصة الصورة خش الفيديو اهو واتفرج عليه واعرف انا قلت لك ايه. قلت لك بلاش فوتوشوب، قلتها لك، قلت لك ما تعدلش حاجة في امها، قلت لك لو صورة قديمة قدم بلاش ما تعديش عليها 6 شهور. كسلت قوي ان تتصور او ان انت تعمل صورة جديدة، اهو يا اخويا اترفضت. انت عارف نفسك بقى، انت اللي مقدم، كل واحد عارف نفسه وكل واحد عارف قدم ازاي. لا مصريكاني بص بصراحه احنا يعني متشائمين لان عرفنا كمان ترامب احتمال كبير كل الناس وبين ضمنهم انت قلت خلاص هيكسب فهيوقف وهيعمل وبقى. بص يا حبيبي هو راجل يعني مش عايز مهاجرين، والراجل واضح، وانا نزلت طبعا على التيك توك وفهمت ايه اللي بيحصل وهو مش عايز والى اخره، بس اللي احنا بقى دلوقتي موجودين ما يقدرش يلعب فيهم في الموضوع حاليا، ما يقدرش يعمل اي حاجه. عشان كده بقول لك فرصتك دلوقتي لو ربنا كرم اوعى تضيع الفرصة دي من ايدك، ما يقدرش يلعب في السيستم دلوقتي خالص ولا يغير قوانين ولا اللي كسبان كسبان. انتهز هو الكورونا طبعا الفترة اللي فاتت ووقف البرنامج ووقف المهاجرين، وكانت اللعبة اللي في ايده الوحيدة وضيع ناس كتير، تمام؟ لكن حاليا هو مفيش اي حاجة، ما تقلقش خليك مرتاح زي الفل، كسبت هتعدي ان شاء الله باذن الله رب العالمين، ففرصتك ان شاء الله زي ما هي محفوظة. انا كده كلمتك عن النظام في الاختيار بالنسبة لمركز الهجرة وازاي اللوتري بيختاروا من الناس وبينطروا ناس، وافهمتك الحتة دي. نيجي بقى للقصة التانية، ان انت لو كسبت ممكن الكونسول هو اللي يطيرك، تبقى كسبان وطير زي مصريكان يعني ازاي؟ ما هو انا بقول لك بقى في حاجات تانية ممكن تطيرك انت ما تعرفهاش، زي مثلا رحت انت كشفت كشف طبي وطلع فيه حاجة موجودة في الظرف انت ما تعرفهاش، الكشف الطبي هيوضحها فالكونسول يعتبرها من ضمن الامراض. محدش بقى يقول لي ايه انا عندي السكر، انا جنبي بيوجعني، انا لو شوية صداع، الضغط عالي، يا ترى مش بقى الحاجات بقى العيالي بقى الصبيانية بقى الاسئلة بتاعت الاطفال دي بقى. خلينا نتكلم في انا قلنا امراض معدية، الامراض الخطيرة المزمنة المعدية دي هي دي الامراض. اكتب وخش اعرف ايه هي الامراض اللي السفارة بترفض عليها، مش بقى صداع وشوية سكر وعندي ضربات القلب عالية وبتاع وعندي القلب دي ما فيهاش حاجة، ما كل ده بيتقبل. انا بتكلم على امراض هم منعينها، فلو طلع في الظرف والكونسول شافها بيرفضها. اللي بقى دخل صحيفه الحلقه الجنائيه قلت لك فتح الظرف وانت مش هتبقى عارف، هتفتح يبقى عليك احكام انت ما كنتش عارف وعارف ان انت خلصتها بس لسه في الفيش بتاع بيشوفها على طول بيرفض على طول. دي الحاجات اللي الكونسول بيطيرك فيها، الحاجات اللي انت تبقى كسبان وانت بتعمل معاه المقابله يقول لك انت كنت كاتب ان انت عازب، ازاي حضرتك دلوقتي داخل لي وبتقول عايز عدلت في الدي اس ان انت متزوج؟ ففي ناس هتقول لك بقى ايه لا ممكن يعدي الموضوع ان هو كان عازب وبقى لا صح الصبح لقى نفسه متزوج، مقدم ان هو عازب والصبح اتفاجئ ان متزوج، انت بتكلم عيل صغير. في ناس هتطمنك وتقول لك الكلام ده. انا اللي اتبعني عارف ان انا بقول الحقيقه، انا بقول الصراحه، ممكن ما تحبهاش ناس، انا عارف الناس ما بتحبش الحقيقه، وكتير الناس ما بتحبش الحقيقه، ما بتحبش تسمع الكلمه اللي ما تجيش على هواها، بس انا مش هقدر اقول غير اللي بيحصل. تحبني تكرهني براحتك، تشترك في القناه تسيب ما عنديش اي مشكله، مش شاغل دماغي القصه دي خالص، ثواب واجر لله. انا بقولها لك اهو، بلاش تكذب علشان ما يطيركش، انت عندك فرصه عظيمه انك تكسب وانك تاخد الفيزا من تحت ايده بالصدق بتاعك،
مش اكتر من كده. اما احنا الناس الحاجات البسيطه بقى اللي هو كتبت حرف غلط، كتبت اسم الفيرست نيم مكان اللاست نيم، ده هنا غلط، ده مش الحاجات دي بتتعدل. تاريخ الميلاد، كتبت الشهر مكان اليوم. هنا امريكا بتكتب طبعا معروف، هنا بيبداوا مثلا الشهر وبعدين اليوم، احنا دولنا العربي بنبدا اليوم وبعدين الشهر. فالحاجات دي بتتعدل وبتتعالج، ما فيهاش اي مشكله. والله كنت متجوز وحامل وبعدين ولدت لما بعد من المقابله، فبقى عادي بتخش بشهاده الميلاد بتاعه الطفل الجديده فبيقدروا يعدلوها. كنت عازب وبعدين او خاطب وبعدين اتجوزت فبيعملوا لك، دي حاجات بتتعدل. اما الامور اللي فيها كذب، اخدت بالك كنت عازب ومره واحده بقيت متجوز وشهاده الجواز قديمه، فبالتالي دي حاجات ما ينفعش تتعدل. عدد الفيز اللي بيعملوها هم 55 الف فيزا على مستوى العالم، بس هم بيكسبوا اكتر من كده. ليه يا مصري كان بيكسبوا اكتر من كده؟ علشان في ناس ما بتكملش الاجراءات، فبالتالي لو ما كملوش هم مش عايزين يبقى عندهم عجز في ال 55 الف، هم عايزين يحققوا ال 55 الف. ففي ناس ما بتبقاش معاها فلوس تكمل، عندها ظروف، حصل حاله وفاه او مش عايزين يكملوا، فخلاص فبيقل الفيزات، بتقل خلاص، هم عايزين يحققوا الرقم زي ما قلت لك. كمان في ناس مثلا بيخش يعمل المقابله ولاي ظرف من ظروف مرضيه او ما بياخدش الفيزا، فبالتالي في فرصه لفيزا تانية، فبيدوا مساحه اكبر على اساس يحققوا الهدف بتاعهم ده. فما تقلقش، في جميع الاحوال ان شاء الله باذن الله اللي كسب الفرصه كبيره جدا جدا ان هو يقابل. الارقام يا جماعه انا قلت دايما من بعد رقم ال 30000 او ال 40000 حاول بقى ايه، ربنا يستر ان شاء الله انك تعمل المقابله. الارقام اللي لما بتكبر بتبقى لو في مقابلات، يعني عندك لو فرد دخل باربع افراد، زوج مثلا معه اسرته اربعه، ده اخذ اربع فيزات، خلي بالك، بعكس الشاب الواحد اللي داخل ياخد فيزا لوحده. فهنا اسره عيله مش عارف ايه، الحاجات دي بتسحب فيزات. في الفتره الاولانيه الارقام لسه صغيره، ففي بقى الفرصه متاحه ليك مثلا، لكن انت مثلا رقم 45000 او 50000، فالرقم بعيد شويه، وبتبدا عدد ال 55000 فيزا يقلوا، فبتبقى هي دي بس القلق الوحيد. ولكن اذا الله سبحانه وتعالى مقدر شيء وكتبه، باذن الله هيكون. العبد لله ده كان رقمه 36000 وحاجه وكسور يعني، وجوابي رجع وقالوا لي املا تاني، وكل الناس في الوقت ده قالوا لك خلاص، احنا كان البريد في الوقت ده جواب بترميه كده، ولا بقى مش عارف دي اتش ال ولا الفيدكس ولا الحاجات دي، ساعات البوستاجي كان يضيع في السكه وكله قال لك خلاص بقى ضاعت، وانا قلت ضاعت يعني. ومع ذلك ربنا كتب شيء، وان انا كنت بقفل المقابله بتاعتي في الاخر، في الاواخر خالص، وكان في نصيب. فلو فيك نصيب ان شاء الله يعني باذن الله ربنا هيكتبه لك. يا احلى ناس، انا عايز اقول لك، مش بطمنكم، انتوا كلكم ناس مؤمنين، عايز اقول لك خليك قاعد منتظر النتيجه بهدوء. انا عملت لك الفيديو اللي فات وقلت لك ازاي تكشف على النتيجه. عايز اختصك في الله سبحانه وتعالى، اوعى تزعل نفسك وتقهر نفسك. امره سبحانه وتعالى بين الكاف والنون، يامر كون فيكون. هو عالم بظروفك وباحتياجك لحياتك، هو اللي بيدبرها لك وهو اللي بيمشيها لك. فانت سيب نفسك لله، واللي هيكتبه ارضى بيه ووافق بيه. امريكا مش اخر هم المسلمين وبلاد العالم، وان لو جيت هتعمل الملايين. انا قلت لكم في فيديوهات اللي فاتت، الناس اللي جت وهي شباب، ولا اتضرب بالنار ولغايه دلوقتي ظهره عايش هنا على كرسي وجا شاب، واللي جا ومات هنا واللي حصل له. فكل يعني عايز اقول لك كلها اسمه ونصيب، ممكن ما تكونش الخير ليك. فسيب امرك لله وسيبه هو يختار لك. واللي قدم ست مرات وكسب في السبعه، وصديقنا اللي هنا اللي قدم حاجه و20 مره وكسب في اخر مره، وقال لي اسافر ولا لا لما عد سنه عدى 60. يعني عايز اقول لك تفائل، وان شاء الله خير باذن الله. خليكم جاهزين معايا علشان هنعمل استماره الدي اس 260 مع بعض، خطوه بخطوه، علشان تبقى عارف تملاها صح. ولو عندك اي سؤال او اي حاجه اكتب لي في التعليقات وانا تحت امرك. لو لسه بتتفرج عليا وما عملتش اي اشتراك، ما ينفعش يعني اشتراكك الحلو كده، لان انت محتاج المصريكاني علشان هترجع له تاني. وانا بحبكم جدا، وان شاء الله متفائل خير. ويلا بينا احلى ناس، باذن الله الحلقه اللي جايه النتيجه تكون طلعت، ونشوفوا بقى نتائجكم، وتبشروني وتبعتوا لي وتقولوا لي انتوا كسبتم ولا ايه اخباركم. شكرا للمتابعه، ومساء الخير يا ناس على احلى ناس.